درسنا اليوم إن شاء الله هو كيفية عمل الضرس الخفيف اللي تيكون في جناب الجوزة كما لاحظتوا. من بعد مثلا نكمل الشريط كامل من السوق ونعمل فتحة العنق. أنا هنا مثل ما درتها. المهم غرضنا اليوم هو كي غادي نديرو نصيبو الضريس اللي تيكون في الجناب، ولكن بعد الفصل الإعلاني. في السطر الأخير ديال العمل لاحظ مزيان، في السطر الأخير ديال العمل هو هذا، تندير سلسلة وحده بلا ما نقطع الخيط. غادي نرجع نخدم نيت في جناب، تنجي للسطر اللي ما قبل منه في السطر الأخير نيت، تنجي تندير غرزة حشو. من بعد غرزة الحشو تنجي السطر اللي ما قبل منه، لاحظوا تنحاول ندير عمود حدا عمود اخر، يعني عمودين، سلسلة مكونة من ثلاثة الغرز، لاحظوا مزيان. غادي نجي لهاد السلسلة، غادي نجي تحت منها، غادي ناخد هاد الحرف هذا اللي على شكل في مقلوب، لاحظوا تنتمنى التصوير يكون واضح. لاحظوا انا غادي نعاودها، لاحظوا مزيان فين هاد ثلاثة الأعمدة، هاد ثلاثة السلسلات غادي نجي تحت منهم. قبل ما يبداو ثلاثه السلسلات تنجيو تلقاو المهم شكل في مقلوب، لاحظتوا فين فاش تندخلوا الكروشي تساليو الخيط ونجبدو ونعاودو الويب ونجبدو. من بعد تنكمل العمل ديالي، من بعد تنعاود ندير جوج اعمده، عادي تنجي تاني للعمود اللي ما قبل منه تندير غرزة حشو، والعمود الاخر لاحظوا العمود الاخر غادي نعمل اربعه الاعمده. يعني غادي نخدم عمود وراء عمود الثاني، نرتفع هنا نعمل سلسله مكونه من ثلاثه الغرز. غادي نجي كما العاده كما وريتكم من قبل الحرف اللي على شكل في مقلوب، فيها ندخل الكروشي نلوي الخيط ونعاود نلوي ونخرج ونزيد عمودين في نفس البلاصه، واحد جوج، لاحظتوا تاني العمود اللي ما قبل منه ندير فيه غرزة حشو، والعمود اللي ما قبل منه كذلك غادي ندير كما درت من قبل، يعني غادي ندير ربعة الأعمدة، لاحظوا واحد جوج ونرتفع بثلاثة الغرز، سلسلة مكونة من ثلاثة الغرز، ونجي لهذا الحرف هذا كذلك اللي على شكل حرف الفي، ها هو ندخل فيه الكروشي ونلوي الخيط ونجبدو ونعاود نلوي ونجبد، يعني وغندير تاني عمودين في نفس المكان.
نحط الشكل كتيجي. العمود اللي ما قبل منه ندير غرزة حشو ونمشي للعمود الآخر ندير فيه 4 أعمدة كما العادة. واحد نحط مزيان، جوج ندير سلسلة مكونة من 3 الغرز، ناخد الحرف هذا على شكل في اللي في الراس ديال القمة بدا السلسلة. عندي جوج خيوط متوازيين على شكل في، ونعمل العمود الثالث ثم الرابع. العمود اللي ما قبل منه ندير فيه غرزة حشو، يعني كل عمود تندرو فيه خدمة. لاحظتوا تنبقى مستمر بنفس العمل، لاحظوا كي تجي تنبقى مستمر بنفس العمل، تندور هذا العمل كامل على الشريط اللي عندنا، يعني تندور من هنايا وحتى المهم على الشريط كامل. هو ضريس خفيف وفي نفس الوقت زوين. من بعد ما كملت العمل ديالي على هو الشكل النهائي، لاحظوا الضرس كي تيجي خفيف وزوين في نفس الوقت. لاحظتوا، وان شاء الله نتلاقاو في درس مقبل. وما تنسوش وضع لايك للفيديو وترك تعليق والاشتراك في القناة. كانت معكم أم سعد عبد الله.